مشاهدينا أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من المشهد، والتي نتناول فيها تداعيات اتفاق السلام بين الإمارات، أو عفوا سنبحث فيها عددا من الموضوعات، لكن في أبرز العناوين التي ستطرح اليوم ضمن الشأن الليبي. وفي عناوين حلقتنا لهذا اليوم: حراك دبلوماسي مكثف بشأن ليبيا، وتواصل الحشد العسكري شرق مدينة سيرت. أما في آخر العناوين: مباحثات تركية روسية لوقف إطلاق النار في ليبيا. وشهد يوم أمس الاثنين حراكا دبلوماسيا مكثفا بشأن الأزمة الليبية، وذلك من خلال زيارات ميدانية ومباحثات واتصالات بين المسؤولين الأتراك والروس والأمريكيين، فضلا عن تحركات ألمانية وقطرية، في حين حل 3 وزراء أجانب في العاصمة الليبية طرابلس في إطار هذا الحراك. فقد زار وزير الدفاع التركي خلوصي أكار برفقة رئيس هيئة الأركان الفريق أول ياشار جولار طرابلس أمس الاثنين، واجتمعا في مطار معتيقة مع مسؤولين ليبيين. كما وصل إلى العاصمة في نفس اليوم وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، والتقى مسؤولين في حكومة الوفاق الوطني، وعقد مؤتمرا صحفيا مشتركا مع وزير خارجية الوفاق محمد الطاهر السيالة. الوزير الألماني حذر خلال المؤتمر الصحفي من خطر كبير للتصعيد الليبي التصعيد العسكري في ليبيا بسبب عملية التسلح المستمرة لطرفي النزاع. وأمس الاثنين أيضا وصل في نفس التوقيت إلى العاصمة الليبية طرابلس وزير الدولة لشؤون الدفاع القطرية خالد العطية. العطية اجتمع مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج ووزير الدفاع التركي خلوصي أكار. الاجتماع الثلاثي تطرق إلى مجالات التعاون العسكري الأمني وبرامج بناء القدرات الأمنية والدفاعية لقوات حكومة الوفاق وآليات التنسيق بين وزراء الدفاع في الدول الثلاث. الاتصالات المتسارعة لم تقتصر على المبعوثين فقط، بل كانت على أعلى مستوياتها عبر اتصال هاتفي جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان. وقال للكريملين إن الاتصال ركز بالأساس على الأزمة في ليبيا، حيث ألقى الضوء على الحاجة لاتخاذ خطوات حقيقية باتجاه وقف دائم لإطلاق النار. كما تحدث مصدر من رئاسة الجمهورية التركية عن تفاهم روسي تركي بخصوص تسليم سرت للوفاق، لكن مع تأجيل تسليم الجفرة. وفي السياق ذاته تباحث وزير الخارجية الأمريكية مارك بومبيو ونظيره التركي مولود شاويش أوغلو بشأن التطورات الجارية في الملف الليبي عقب لقائهما على هامش زيارة رسمية لجمهورية الدومينيكان. ودعونا نبدأ بالنقاش فيما يتعلق بهذه التحركات السياسية بشأن الأزمة في ليبيا معي عبر سكايب مطلب أو عبد المطلب أربع الأكاديمي والباحث السياسي. دكتور أرحب فيك، وبداية أبدأ من وصول السيد خلوصي أكار إلى العاصمة الليبية طرابلس ولقائه بالسيد العطية وزير الدولة القطرية مع أيضا فايز السراج. ما هي أهداف هذه الزيارة بداية من الجانب التركي؟ تحية لكم والمشاهد الكرام. طبعا كما تعرفون تم هناك اتفاقية بين تركيا وليبيا حول ترسيم الحدود البحرية، ومن ضمن هذه الاتفاقية طبعا هناك وصلوا إلى تفاهم حول التعاون العسكري والتعاون أمني والتعاون على تقديم مساعدات الإنسانية وغير ذلك من الأمور. طبعا كل هذه كانت تهدف إلى يعني توصيل الشعب الليبي إلى يعني نظامه الديمقراطي، وحقيقة يعني كان هناك جهود قوية جيدة يعني متقدمة، ولكن مع الأسف الشديد كان هناك طرفان، الطرف الشرعي متواجد على الساحة يريد تحقيق الأمن والسلم في دولته، وطرف ثاني غير شرعي ما يمثله حفتر طبعا ويسانده الأطراف الدولية التي تدعم أنها الدول الديمقراطية. مع الأسف يعني هذه الدول
يعني لا تمثل حقيقتها على الأرض الليبية، لذلك هي كانت يعني تساعد وتمول بالمرتزقات بالمساعدات يعني عسكرية وأسلحة غير ذلك لهذا الطرف، ولذلك كان هناك يعني زعزعة الاستقرار سببه الرئيسي كان هذا الطرف طبعا حفتر يمثله، وأيضا الأطراف الداعمة الدولية لهذا الحفتر المجرم في الحقيقة. ولكن تركيا يعني على حسب طبعا اعتمادها على التعاون الذي تم بينهم من خلال اتفاقية، هي كانت تقدم يعني مساعدات استشارية تدريبية وحتى تعاون عسكري وغير ذلك، ولكن مع الأسف الشديد يعني كان هناك في نفس الوقت جهود دولية حول يعني توصيل البلد إلى الحل السلمي الديمقراطي، لكن كما شاهدنا يعني أولا كان هناك اجتماع في روسيا ما تم بين بوتين وأردوغان حول يعني حل سلمي الصلح بين الطرفين، وكما رأينا هناك الطرف الحفتر هو الذي اجتنب، هو الذي فر وهرب وترك يعني هذه الطاولة في روسيا، وأيضا كان هناك طبعا غير ذلك محاولات في مؤتمر برلين، وأيضا شارك هناك عدة دول لها في الحقيقة اهتمام والمصلحة على المنطقة، لكن رأينا هناك أيضا الطرف حكومة الفخ الوطني كان يمثل يعني هو تمثل طرفه تماما، لكن طرف الحفتر أيضا كان متجنبا، يعني كل هذه المحاولات الدولية التي ترمي إلى الصلح بين الطرفين، طرف شرعي معترف دوليا ومين وطرف غير شرعي، مع ذلك حكومة الفاق يعني كانت دائما ترحب بهذه الجهود الدولية حول الصلح، لكن طيب الطرف الغير شرعي هو الذي كان يخرب كل هذه المحاولات، وأيضا هو كان يقوم بدمار البلد وبحقيقة إعطاء الضرر البالغ للمستشفيات طيب والمدارس. لكن دكتور الآن فيما نعم يتعلق بوصول السيد خلوصي أكار إلى العاصمة الليبية طرابلس ولقائه السراج بحضور أيضا سيد العطية وزير الدولة في قطر، هل هنالك من رسالة تركية قطرية تقرأها في ظل هذا الوصول المتزامن أو المشترك إلى العاصمة طرابلس؟ طبعا يعني تم هناك تقدم عسكري واضح لصالح حكومة الوفاق الوطني حول طرابلس وإنقاذ البلد وضواحيها من هذا طبعا المجرم الحفتر هذا، يعني هناك حقيقة لو يعني استمر هذا التقدم كان هناك خاتم في موقف تركي، كان عليها مع حكومة الوفاق الوطني أن تستمر في هذه التطور العسكري، ولو تم هناك ربما اليوم لكنا نتكلم عن يعني انقاذ سيرتا وجوفا ايضا من هذا الاحتلال، لذلك يعني تركيا مع دوله الوفاق هم كانوا يؤيدون الطرف السلمي دائما، لكن هناك طرف غير موثق كما قلت طرف هذا حفتر، ولذلك الان يعني تم هناك النوايا السيئه من هذا الطرف ولا يمكن يمثل هذا الحفتر في هذا السلم، ولذلك تركيا الان هي مصره حول يعني استمراريه في تعاونها من خلال هذه الاتفاقيه، وهي متواجده عسكريا على البلد، وايضا هي في نفس الوقت يعني تستمر في جهودها الدبلوماسيه الدوليه، ولذلك يعني ظهور عسكري يعني حضور وزير الدفاع مع حضور رئيس الاركان هذه رساله عسكريه لاطراف دوليه، تركيا متواجده من خلال حضورها الشرعي، وايضا كان هناك يعني تصريح واضح من قبل وزير الدفاع التركي امس خلوصي اكرم قال يعني الليبيا للليبيين، لا يمكن ترك ليبيا لاطراف دوليه، هذه كانت رساله الى يعني هناك محاولات جهود حول تواجد اطراف دوليه عسكريا طبعا بالمرتزقات وبالوكالات غير ذلك، يعني نعرف هناك الان نقل اسلحه، يعني هناك حقيقه 6 مثلا طائرات الشحن الروسيه كانت تحمل اسلحه كانت تنزل يوميا، يعني هناك كميات يعني عسكريه اسلحه كلها الان متراكمه حول طبعا سيرتا وجوفرا، لذلك قولسي أكار يعني نعم. هو اراد ان يعطي رساله نحن كتركيا من خلال هذه الاتفاقيه عسكريا اخذ معه طبعا رئيس الجيش الاركان التركي، اذا هذه كانت رساله عسكريه ولا نترك الدول الاطراف نعم الدوليه تتواجد في هذه المناطق سأبحث معك لان في هذه الدوله الليبيه الرسالة الفقط هي العسكرية الشرعيه الوحيده. نعم إذا كانت تريد أن تقول أيضا هذا أن الحل سلمي أم عسكري في ليبيا، ولكن اسمح لي أن أرحب بانضمام جلال سلمي الباحث في العلاقات الدولية معنا عبر الهاتف. دكتور جلال أهلا فيك معنا، كيف تقرأ هذا الوصول المشترك التركي القطري إلى ليبيا؟
مساء الخير في البداية، تحية لك ولضيفك العزيز أيضا للسادة المشاهدين. في الحقيقة أنا أقرأ المشهد في إطار نقطتين، أما النقطة الأولى فهي تأكيد قطري تركي على أن التعاون المشترك بلغ إلى مستويات عالية، واليوم هم أو هما أي الطرفان يحاولان قدر الإمكان إظهار قوة العمل المشترك من خلال البدء في عملية تطبيق النوع من التنظيم في عملية بناء الدولة الليبية، والبداية كانت من بناء الجيش الليبي، وذلك لسبب أساسي ألا وهو أن هناك بعض الدول إما تتخوف كمصر أو تتذرع كالإمارات العربية المتحدة وفرنسا وغيرها من هذه الدول بوجود الميليشيات في الطرف الغربي في ليبيا أي في طرابلس ومحيطها، لذلك هي تحاول أن تشرع تدخلها في ليبيا. لذلك حاولت قطر وتركيا بشكل مشترك الاتجاه نحو بناء أو بدء عملية بناء الجيش الليبي من أجل أولا إظهار حالة من التشاركية أو حالة من التحرك المشترك في ليبيا، أيضا حاولت أن يكون هناك نوع من تسميد للذريعة التي يسسها بعض الأطراف في ليبيا. أيضا انطلاقا من تسميد هذه الذريعة تحاول قطر وتركيا بشكل مشترك أن يعملا على أن يكون هناك نوع من إبداء حسن النية للأطراف الأخرى، حيث تريد على الأرجح بشكل أو بآخر إرسال رسالة مفادها نحن هنا نعمل على إعادة بناء الدولة الليبية أملا في أن يكون هناك مؤسسات دولية أو مؤسسات حكومية للدولة الليبية تعمل بشكل أو بآخر على تحمل مسؤولية الحلول السياسية وحلول الوسط. طيب التي دكتور جلال، على العموم هذا الوصول هذا الوصول القطري التركي المشترك إلى العاصمة الليبية طرابلس بالتأكيد لا ينفك عن كل التحركات التي تتم خاصة من قبل أمريكا ومن قبل روسيا بدرجة أكبر، لكن الوصول بهذا المستوى من وزير الدفاع التركي وكذلك وزير الدولة في قطر، هل ينزع فعلا فتيل الأزمة برأيك أم يؤجج ربما الموقف أكثر؟ أنا صراحة أتفق على أنه بشكل أو بآخر يعمل على نزف هذه الأزمة بشكل يعني نوع بشكل بسيط وليس أو بشكل نسبي وليس بشكل مطلق. لأنه كما أسلفت يعني الزيارة تضمنت الحديث عن بناء جيش ليبي. طبعاً بشكل أو بآخر قطر وتركيا أظهرتا من خلال التحرك المشترك لأن وجودهما العسكري في الجانب الغربي لليبي هو وجود كبير وهو وجود واضح. هذه الرسالة كانت مرسلة بشكل أو بآخر إلى بعض الأطراف، لكن على صعيد آخر الرسالة الأهم بالنسبة للطرف القطري والتركي هي إرسال رسالة إلى المجتمع الدولي، إلى أيضا واشنطن، إلى أيضا موسكو، لأننا موجودون هنا من أجل أن نعمل على المضي قدما في تأهيل الدولة الليبية من أجل الوصول إلى مسار نزع فتيل الأزمة. نعم ربما فرنسا والإمارات العربية المتحدة قد لا يتفقان كثيرا مع التوجه القطري التركي، لانه كما نعلم فرنسا تسعى وايضا الامارات معها تسعى الى تسعين بشكل مشترك الى حل مطلق بمعنى وباخر الى سيطره مطلقه لقوات حفر او عقيله صالح على جميع الاراضي الليبيه، لكن على صعيد اخر واشنطن تسعى الى ان يكون هناك حل، ايضا موسكو تتبنى فكره الحل الوسط او التسويه، واتفقا اي موسكو و واشنطن مع الجانبين القطري والتركي في هذا الإطار. لذلك التحرك القطري والتركي هو جاء في إطار مخاطبة الجانبين الأمريكي والروسي بعيدا عن مخاطبة الجانبين الإمارات. طيب دكتور جلال، هنالك أيضا كما نعلمان لا يريدون الحل، أيضا كان هناك مخاطبة للجانب المصري. طيب دكتور جلال، سأتوقف هنا عند المسألة الحديث في ما يتعلق بالموقف المصري، ولا ننسى أن هذا الوصول المشترك تزامن أيضا مع وصول وزير الخارجية الألماني، وسأبحث معك أيضا التحركات الألمانية، ولكن اسمح لي أنت والدكتور أيضا عبد المطلب أربع أن تبقيا معي. أريد أن أستعرض وإياكم مع السادة المشاهدين أيضا بعض المواقف التي وردت على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هذا أو هذه الزيارات التي جاءت في يوم واحد إلى ليبيا، وأبدأ من حديث لعضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا عبد الرحمن شاطر الذي كتب: وزيرا دفاع تركيا وقطر في زيارة لطرابلس، الدلالة
أن أخطر اندلاع حرب أصبح أكثر الاحتمالات حدوثا، وبالتالي فهي رسالة لداعمي حفتر أن تحشيداتكم العسكرية ستواجه بتحالف قوي وأنكم لن تستفردوا بالمشهد. أما بشير سويحلي، وبالمناسبة نجل رئيس مجلس الدولة الأسبق وهو ناشط أيضا سياسي، يقول أن زيارة وزراء الدفاع قطر تركيا وكذلك وزير خارجية ألمانيا إلى طرابلس اليوم تأتي في سياق الفرصة الأخيرة لحل قضية سيرت الجفرة ومنشآت النفط، ونحن لن نقبل بأقل من انسحاب كامل وشامل وغير مشروط بما فيه كل الموانئ والحقول النفطية، وإلا الصدام قادم لا محالة. وننتقل أيضا إلى هذه التغريدة من حساب الكاتب والمحلل السياسي التركي الراحل محمد جنبكلي، حيث تحدث الحساب عن التحركات التركية قائلا: تركيا تسعى عبر ليبيا لبناء سكة قطار تجاري من ليبيا إلى الجزائر ثم النيجر ومنها إلى تشاد ومنها إلى نيجيريا، وخط آخر من تشاد إلى السودان إلى إثيوبيا وصولا للصومال. فربط تركيا القارة الأفريقية بهذه الخطوط تعني تكلفة أقل لنقل تركيا لبضائعها للقارة الأفريقية وتعود بمصلحة كبيرة لهذه البلدان. طبعا يتحدث الحساب في مسألة اقتصادية بحتة تقريبا في الحسابات التركية. ماجد الرئيسي أيضا يتحدث أيضا في تغريدة له وهو كاتب محلل وسياسي إماراتي، يقول أن سوريا، ليبيا، العراق، قطر، الصومال، كلها دول تتعرض سيادتها للانتهاك من تركيا. بعض هذه الدول سمحت لأردوغان طواعية وأخرى تقاوم الاحتلال وتندد به. احترامنا للشعوب الرافضة لما أسماه بالاحتلال العثماني. أما مرام الورفلي كتبت: حفتر ورقة أمريكية ولا رهان عليه، فقد ينسحب بأمر أمريكي في أي لحظة كما حصل في طرابلس. أمريكا أرادت كسب الوقت قبل المعركة، محاولة إغراء روسيا للغرق أكثر في المستنقع الليبي واستنزافها لعل ليبيا تكون أفغانستان الاتحاد السوفيتي. وأعود مرة أخرى إلى ضيفي والدكتور عبد المطلب أربا عبر إسكايب. ودكتور، أريد أن أتوقف عند هذه التغريدة التي نقلناها من حساب الكاتب السياسي الراحل دكتور محمد جنبكلي، يتحدث بمسألة حسابات اقتصادية بحتة، سكة حديد تريد من خلالها تركيا ربط شمال إفريقيا بوسطه، وبالتالي تكون هنالك سهولة في مسألة وصول البضائع التركية إلى إفريقيا. يعني السياسة التركية الخارجية تتميز حقيقة بشيء وهي غير موجودة عند الدول الأخرى. تركيا يعني تركز على الجانب الإنساني والبشري وتهتم بكرامة الإنسان وعزة الإنسان كما هذا هو جاري لكل الدول. يعني علاقاتها الخارجية متبنية مبنية على المصالح المشتركة، تربح وأربح. لذلك يعني هذه الدول الأفريقية في الحقيقة أنها هي كانت مستعمرة من قبل فرنسا وإيطاليا وأمريكا وغير ذلك. يعني لكن الآن الدنيا العالم تقدمت، يعني الآن العالم أكبر من 5+1 كما يقول الرئيس التركي دائما في الأمم المتحدة. لذلك تركيا الآن تريد أن تمدد يدها لهذه الشعوب وهي إخوة، لها علاقات ثقافية، علاقات يعني تاريخية أخوية مع تركيا. لذلك يعني هذه المكاسب التي تتمتع تركيا على أراضيها يعني هي تريد أن تحقق في كل الدول يعني لها علاقات تاريخية أخوية سياسية كما قلت. يعني هذا شيء طبيعي وهذا شيء قانوني في علاقات دولية، وما المانع لهذه التمديد اليدوي من قبل تركيا؟ لذلك تركيا هي يعني خطواتها كما قلت يعني مبنية على المميزات الإنسانية وغير ذلك أيضا على المصالح المشتركة بين الدولتين. ولذلك تركيا يعني هي خطواتها كلها قانونية وسالمة وهي في الحقيقة مرحبة. لذلك يعني أينما هناك تقدم الخطوات إيجابية على المنطقة العربية، في الحقيقة هناك الدول التي يعني غير شرعية ولا تتمثل من يعني لا تتمثل من قوتها الشعبية وهي خايفة على نظامها،
كل هذه الدول على يعني رأسها الدول الخليجية، إمارات، ذلك، يعني هذه الدول هي خائفة، هي قلقة، هي لا تريد مصلحة شعبها، هي لا تريد أن تكون كدول ديمقراطية، بحيث الشعوب هذه الدول هي التي تحدد مصيرها، وهي التي يعني تحدد، وهي التي تشكل وتنشئ دولتها كما تريد، وتتمتع من قدراتها المادية ومن قدراتها يعني استراتيجية غير ذلك. لذلك تركيا يعني هي تصارح دائما، هي تمدد يدها، كل هذه يعني معتمد على قوانين دولية. كما الآن يعني حضور تركي في ليبيا معتمد على الاتفاقية القانونية معترفة دولية، هناك دولة شرعية معترفة أمميا، وتركيا موجودة حاضرة هناك من خلال الدعوة الرسمية من قبل هذه الحكومة، على أساس تكون تعاون يعني على مستويات الأمن والعسكري ويعني الصحي وغير ذلك، اقتصادي غير ذلك. نعم. لذلك رسالة تركيا واضحة خطواتها، لكن مع الأسف الذي يريد أن يستفيد من هذه المناطق كان مستعمرا لهذه المناطق، والذي خايف على أنظمته هذه الدول هي التي الآن قلقة، وهي حاجزة كبيرة حول الوصول لهذه كما قلت للمستوى الحياتي. طيب، إذن وجود تركيا بناء على دعوة من الحكومة الشرعية وهي حكومة الوفاق، لما رشح طبعا عن اتفاقية ترسيم الحدود. دكتور جلال، فيما يتعلق بألمانيا، ما هي يعني رؤيتها فيما يتعلق بالأزمة الليبية، وهي التي وصل وزير خارجيتها بالتزامن مع الوصول القطري التركي إلى طرابلس؟ نعم، بداية ألمانيا تنطلق من سياسة الأمر الواقع، وترى فعلا أنه يوجد عدة قوى مسيطرة على الساحة الليبية، لذلك هي تعمل بشكل أو بآخر على أن يكون هناك ترجيح للحل السياسي الوسطي أو الحل الوسط كما يقال. لذلك هي تسعى بشكل أو بآخر إلى تقريب وجهات النظر على نحو يكون هناك نوع من البدء في تأسيس الدولة الليبية، وبشكل ضمني يكون هناك تقاسم للنفوذ السياسية والاقتصادية بين الدول المتصارعة، وهذا ما ذاتا أفشت عنه أو ما أوضحته من خلال مخرجات مؤتمر برلين. إذا بشكل أو بآخر هي تسعى اليوم إلى لعب دور الوسيط أو إلى لعب دور الساعي لحل الأزمة وفقا لما يتناسب مع مصالح جميع القوى الفاعلة، كما حدث في سوريا تماما. هي تريد أن تستنسخ الحل السوري في الأزمة الليبية، لأنها تدرك بشكل كبير استحالة أن يكون هناك حل مطلق يصب في صالح على سبيل المثال قطب حفتر أو في صالح قطب حكومة الوفاق على حد سواء. لذلك هي تسعى بشكل أو بآخر أن يكون هناك نوع من التشاور، والزيارة هذه التي أتت بالتزامن مع زيارة وزيري الدفاع والدفاع القطري والتركي، إنما تأتي في إطار الرسالة التي أسفت عنها في المداخلة الأولى، ألا وهي رسالة السعي التركي القطري إلى الحل. وكما أسفت حتى يعني يكون هناك نوع من شمولية التحليل، الرسالة أتت في إطارين. الإطار الأول كما أسفت هو موجه لفرنسا والإمارات، لأن الجانبين القطري والتركي موجودان وبقوة في ليبيا، وليس كما تظنان. واليوم مثل استيصال في جفر لابد من حملهما. أيضا اليوم الحديث عن تأسيس قاعدة عسكرية في ميناء سرت تركية، طبعا في ميناء سرت، هذا يأتي في إطار هذه الرسالة. أما الرسالة الثانية هي كما أسفت كانت موجهة إلى موسكو وبرلين وواشنطن، لأننا نسعى بشكل آخر إلى يعني التكاتف معكم، وأيضا العمل على الانصياع. طيب، هو دكتور جلال، وبالإضافة إلى هذه الرسائل التي تفضلت بها دكتور عبد المطلب، أربكان أشار إلى رسالة عسكرية في بداية حديثه، وبالتالي دكتور عبد المطلب، هل الحل بالرؤية التركية في ليبيا للأزمة هناك هو عسكري أم حل سياسي؟ طبعا لا أحد يتمنى الحل عسكري، لكن في الحقيقة يجب أن ننظر للواقع. لا حل هناك إلا الطريقة العسكرية كما قلت. يعني مع الأسف يعني هناك طرف لا يوثق عليه، يعني طرف الوفاق الحكومة دائما كان يمدد يده لحل السلمي مع حفتر، لكن هذا الحفتر هو كان دائما يهرب من هذا الحل السلمي كما قلت في روسيا وكما في مؤتمر برلين. لذلك هناك طرف غير موثق ولا يفهم من حل السلمي، وفي الحقيقة يعني كانت هذه الحكومة متقدمة لما أنقذت طرابلس وضواحيها، كان عليها أن تستمر، وكما قلت لو استمر اليوم ربما لأنقذت جفر وسيرتها من هذا المحتل. لذلك يعني قوة الدول على الطاولة أثناء حل سلمي
يعني ينبني على قوة العسكرية في الميدان. لذلك كيفما كنت قويا عسكريا على الميدان وتكون يعني بهذا الشكل أقوى في الطاولة. لذلك الجانب العسكري يجب أن يكون دائما يعني له إظهار قوي، ظهور قوي على الميدان. والتركية الآن مع الحكومة في الحقيقة يعني كانت هذه الرسالة واضحة أمس حول زيارة القدس ياكر، لذلك يعني طرف لا يوثق. لذلك أنا أرى أن حل عسكري هو الآن يعني أنصح، لأن التجارب السابقة يعني هي دائما يعني تؤيد على هذا الطرف العسكري حول مساحة الشعب الليبي على أراضيها، لأن هناك طرف لا يوثق عليه. نعم، بمعنى أن ما تحصل عليه في الميدان تطرحه في النهاية على طاولة المفاوضات. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة دكتور عبد المطلب أربا، الأكاديمي والباحث السياسي التركي، كما وأشكر أيضا عبر الهاتف الدكتور جلال السلمي الباحث في العلاقات الدولية. دعونا مشاهدينا نتوقف عند فاصل قصير ثم نعود لاستكمال حديثنا في المشهد. بداية كل نهار نأخذكم في جولة غنية معرفيا وترفيهيا حول العالم، نقرأ ونبحث ونسافر، ننتقي قصصا وأفكارا تحاكي اهتماماتكم. برنامج لكل العرب، نهاركم بنكهة مختلفة. أوروبا ليست فقط لا تجعل إسرائيل تدفع ثمن القمع، هي تتكفل عن إسرائيل تكلفة الاحتلال. لما كان الأخ إسماعيل هنية أو أي مسؤول في حماس يطلع من غزة ما كانش بحاجة لتنسيق أمني مشان يطلع. والإيرانيون كانوا يلحقون منذ فترة طويلة على قيادة حركة حماس أن تذهب لزيارة إيران، والذي كان يرفض هو قيادة حركة حماس. في غزة وفي كل أنحاء العالم أربك العدو. أما الحراك السياسي بلا شك أن وجود الرئيس المكتب السياسي في الخارج يعني هو عامل انفتاح. بمعنى هو يريد الأقصى فارغا، لن يكون الأقصى فارغا. نعم. هو يريد الأقصى وحيدا، لن يكون الأقصى وحيدا. ملفات داخلية ساخنة وانخراط النشط في قضايا المنطقة، عمليات عسكرية، حملات دبلوماسية، أزمات وانفراجات، تصعيد وتفاهمات. تركيا أبعد من الخبر اليومي وأعمق من التحليل اللحظي، بتناول الموضوع ومن زوايا متعددة لنقرأ الواقع ونستشرف المستقبل. أوراق تركيا. مشاهدينا من جديد نرحب بكم في حلقة المشهد لهذا اليوم، والتي نتناول فيها آخر تطورات المشهد الليبي. أرحب بانضمام الدكتور صلاح الدين البكوش المحلل السياسي معنا في الاستديو. دكتور أهلا وسهلا فيك. وقبل النقاش دكتور اسمح لنا أن نستعرض وإياك مع السادة المشاهدين هذا التقرير ثم نعود.
سرت والجفرة، كلمة السر في حل الصراع الليبي الدائر، حيث تشهد الساحة السياسية الليبية تحركات مكثفة داخلية وخارجية من أجل التوصل إلى حل سلمي سياسي يرضي جميع الأطراف. تركيا وألمانيا وقطر بالإضافة إلى حكومة الوفاق، كلها أطراف تحركت في الآونة الأخيرة عقدة اجتماعات متعددة، أبرزها اجتماع وزير الدفاع التركي خلص أكار في مطار معيتيغا بطرابلس مع مسؤولين ليبيين ووزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، بالإضافة إلى اجتماع مرتقب اليوم بين وزير الخارجية الألماني هايكو ماس مع مسؤولين في حكومة الوفاق الوطني الليبية. يضاف إلى هذه التحركات عالية المستوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق، تناولا فيه التطورات بشرق البحر المتوسط وليبيا، وأكد الطرفان على أهمية استمرار التعاون والحوار بين البلدين بشأن الملفين. وتصب هذه اللقاءات والتحركات السياسية في سياق وضع سرت والجفرة تحت سيادة حكومة الوفاق الوطني دون اللجوء إلى معارك مسلحة، وذلك حسب ما نقلت وكالات أنباء عن مصدر في الرئاسة التركية، مضيفة حسب المصدر أن الولايات المتحدة وروسيا لا تمانعان تسليم سرت أولا ثم الجفرة لحكومة الوفاق المعترف بها أمميا. يرى محللون أن لغز سرت والجفرة لن يتم حله إلا عن طريق السياسة والحوار، خاصة في ظل الأنباء المتواردة عن بدء سحب روسيا لمرتزقة شركة فاغنر تدريجيا من سرت، بالإضافة إلى أن موازين القوى على الأرض مرجحة لصالح الوفاق بفضل الدعم التركي الكبير لقواتها. فهل اقتربت الوفاق فعلا من السيطرة على سرت والجفرة، أم أن سيناريوهات أخرى قد تظهر تطيل من أمد الأزمة؟ طيب، هي كما أشار التقرير عدة سيناريوهات فيما يتعلق بالأزمة الليبية، بس لنبدأ دكتور بآخر التحركات، خاصة ذروة الحراك الدبلوماسي إنجاز القول بالأمس، وصول تركي ألماني وقطري أيضا والاجتماع مع السيد السراج في العاصمة طرابلس. هذا الحراك هل هو بحسب قراءتكم لنزع فتيل الأزمة، أم ربما قد يؤجج الموقف أكثر؟ هناك شيئين يحدثان في آن واحد، تصعيد من قبل جميع الأطراف في محاولة لإقناع الطرف الآخر باستحالة الاستيلاء على سرت والجفرة، والطرف الآخر يصعد لإقناع الطرف المقابل بأنه من المستحيل البقاء في سرت والجفرة. وفي نفس الوقت هذه الأطراف في الحقيقة لا تجد أي فائدة في مواجهة مباشرة. نحن نتحدث هنا عن مصر وروسيا وحكومة الوفاق وتركيا، لا نتحدث عن الإمارات. الإمارات تريد مواجهة بين الروس وتركيا أو بين المصريين وتركيا، مع أنه تصريحاتها عكس ذلك تماما. لا، تصريحات يعني شيء تاني بالنسبة للإمارات، ولكن الوضع في الواقع مجمد، وهناك حراك. يبدو أن هناك تتبلور الآن فكرة خلق مناطق منزوعة السلاح، ولكن هذه المناطق بالطبع هناك تخبط في التصريحات من كلا الطرفين حول ما يعنيه ذلك وأين يمكن أن ترسم هذه الأمور. وأيضا هناك تدخل أمريكي محدود أعتقد على الأقل إلى أن تنتهي الانتخابات الرئاسية. طب الآن دكتور، في حديثك حول سرت والجفرة ومحاولة الأطراف جميعا، كل طرف يحاول إقناع الآخر بأن لا يقدم هذا على الاستيلاء على سرت، وهذا يقول أنه من الاستحالة بقاء الطرف الآخر في سرت. هل المشكلة اليوم في الأزمة الليبية متعلقة بسرت والجفرة فقط؟ يعني إذا ما تم التوصل إلى حل بشأن سرت والجفرة دون الوصول إلى العمل العسكري، تكون الأزمة قد انتهت هنا؟ لا، بكل تأكيد. ولهذا السفير ريتشارد نورلاند، السفير الأمريكي في ليبيا، في زيارته إلى أنقرة ولقاء على مع صحيفة حريات، قال بأن هناك رأيين. رأي يقول بأننا يجب أن نذهب إلى اتفاق شامل على جميع المواضيع، ورأي يقول لنتخذ خطوات، وقال أنه يقصد بهذه الخطوات هي منطقة منزوعة السلاح وأيضا رفع الحصار على المنشآت النفطية، وقال أنه يحبذ اتخاذ هذه الخطوات لبناء الثقة
وتخفيف التوتر وما إلى ذلك. يبدو أن الألمان يدفعون بنفس الشيء، ولكن الخطورة في الرأي الألماني والذي يجب أن ترفضه الخطورة في الرأي الألماني والذي يجب أن ترفضه الوفاق هو أن الوزير ماس هايكو ماس كتب على صفحة وزارة الخارجية الألمانية بأن الحديث عن سرت فقط، وأشار إلى أن هناك أين الخطورة دكتور هنا؟ الخطورة أن الجفرة استثنيت من ذلك، وربما استثناء الجفرة هو ما يجيب عن السؤال محوري آخر، وهو ماذا عن روسيا؟ يعني روسيا ستنسحب من سرت والجفرة ومن الموانئ النفطية ومن الحقول النفطية لن يبقى بلاش؟ فربما ما يعمل عليه ماس هو أوكي روسيا أبقي في قاعدة الجفرة، ولننزع السلاح في سرت ربما، أو ربما ندع شرطة من حكومة الوفاق تدير المنطقة، وبالتالي نذهب إلى محادثات سياسية. هو كان سيد كوماس تحدث عن مسألة استمرار تدفق السلاح إلى ليبيا، وكانت تلك ربما إشارة بأنه الحل السياسي قد يكون بعيد أصلا في الفترة الحالية. الحل السياسي لا يمكن أن يحدث بهذه الحالة، لأن هذه الحالة جميع الأطراف الليبية فقدت القدرة على اتخاذ القرار السيادي لوحدها، وهذا طبيعي عندما تتخذ معك شركاء في الحياة الاجتماعية، عندما تتزوج، في التجارة، عندما تأخذ معك شريك يصبح عليك شركاء من الخارج وليس من الداخل. شركاء معك يجب أن تتشاور معهم، وهذا ما حدث الآن على الحكومة الوفاق تتشاور مع حلفائها الأتراك والقطريين، وعلى حفتر يتشاور مع الروس والإماراتيين والمصريين. ولذلك الحل السياسي بعيد الآن، وخاصة الأطراف لا زالت مواقفها في سيولة. على سبيل المثال نتحدث عن السيد إبراهيم كالون مستشار الرئيس أردوغان، في يوليو الماضي قال بأنه لا حل إلا بعودة حفتر إلى خطوط 2015. أمس يقول أن ربما منطقة منزوعة السلاح في سرت قد يكون مبدئيا حلا مقبول. الروس لم نسمع منهم شيئا، الأمريكان يتحدثون عن سرت والجفرة، الألمان يتحدثون عن سرت، السيسي يقول بأن سرت والجفرة خط أحمر. فلذلك أنا أعتقد أنه سوف لن يحدث شيء في القريب العاجل. مسألة المنطقة المنزوعة السلاح دكتور يدور الحديث فيها أنها تكون عند المنطقة النفطية تحديدا، هذه هل هنالك خطورة في تثبيت منطقة منزوعة السلاح في منطقة الهلال النفطي أو المنطقة النفطية في ليبيا؟ أين لأن سرت ليست هي المنطقة النفطية. شوف تخيل هذه ليبيا كانت مقسمة إلى 3 ولايات، الخط الفاصل بين الشرق والغرب يقع شرق سرت 218 كيلومتر. فإذا أنت أعلنت سرت منطقة منزوعة السلاح، هذا يعني أنك نزعت السلاح داخل ولاية طرابلس 218 كيلومتر داخل ولاية طرابلس. ولكن إذا كنت تريد أن تعادل الكفة وتنزع السلاح داخل ولاية برقة 218 كيلومتر لكي تصبح ذلك سيضم جميع الموانئ النفطية من ميناء زويتينا إلى سرت، تنزل تحت لغاية الجفرة. هذا ربما يكون حل قد، لكن الحل المطروح اليوم، ولكن هذا الحل على أنني سأنزع السلاح في منطقة داخل منطقتك، مما يعني أي هجوم مستقبلا لن يكون هنالك من تصدي له. لا، وبعدين الخطورة في ذلك أنك الآن كافأت حفتر على هجومه، لأن سرت لم تكن لديه قبل هجومه. صحيح. فما الذي يعنيه ذلك؟ يعني على حكومة الوفاق أن ترفض ذلك، وأن ترفض أن تبقى، لأن الجفرة
الجفرة هي الطريق إلى الطريقة التي تسلل منها حفتر لحصار طرابلس، مطار كبير وطريق رئيسية تذهب إلى جنوب طرابلس. طيب الآن دكتور، اللي هو الفكرة أنه لما تنظر إلى الأزمة الليبية، وإن كان فيها صوت الرصاص أعلى من صوت العقل إنجاز القول، حتى الأطراف الخارجية اللي أنت تحدثت عنها والارتهان لها أو الشركاء على التوصيف اللي تفضلت فيه، هم أيضا ينادون بضرورة إيجاد حل سلمي وضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات وضرورة أن يجتمع الأطراف الليبية المتنازعة. لكن هل هنالك من طرف سواء داخلي أو حتى خارج يمتلك من أوراق القوة ما يكفي لأن يجمع الجميع أو يجمع الجميع على طاولة واحدة والاتفاق في النهاية على إيجاد حل؟ لا، ليس هناك طرف واحد يستطيع أن يجمع. الاتحاد الأوروبي يعاني من مشاكله، وخاصة بالموقف الفرنسي الذي يحاول أن يصعد مع تركيا ومع حكومة الوفاق لأسباب سياسية وأيديولوجية. وحتى الاتحاد الأوروبي مشتت، يعني فرنسا لوحدها، ألمانيا لوحدها، إيطاليا لوحدها. ألمانيا يعني تجد نفسها في موقف غير جيد. لا تريد أن تقود الاتحاد الأوروبي بعيدا عن تفاهات ماكرون، وفي نفس الوقت تحاول أن ترضي ماكرون عن طريقة، على سبيل المثال الآن إدخال بارجة ألمانية إلى عملية أيريني، وأيضا محاولة لعب دور الوسيط، وهو ما لا يمكن أن يحدث. طيب أمريكا لا تمتلك ما يكفي على الأقل الاسم لأن يجلس الفرقاء، وهي التي دخلت مؤخرا إلى الأزمة الليبية ما بعد دخول روسيا أيضا على خط الأزمة. شوف، الجميع يعرف، الروس، الأتراك، الإماراتيين والمصريين والفرنسيين يعرفون أن هناك حدود لما يمكن أن يقدم عليه ترامب قبل الانتخابات التي ستحدث خلال شهرين، في نوفمبر، الثاني من نوفمبر. ولذلك شوف، في محاولة استغلال لهذه السنة، يعرفون بأن أمريكا تستطيع أن تضغط. يعني أمريكا عرضت عن طريق السفير نورلاند وبومبيو الرئيس، الوزير بومبيو وزير الخارجية، عرضت على الأطراف يا تركيا يا مصر يا إمارات يا فرنسا، أنتوا حلفائنا، تعالوا خلونا نحلوا المشكلة ونطلعوا الروس منها. ولكن لا أحد يستمع، لأن عارفين عملية الضغط من قبل واشنطن لها حدود. ولكن ذلك قد يكون فرصة، لأن الروس قد يفكرون يجب علينا أن نعقد صفقة الآن، وهناك رجل في البيت الأبيض ليس عدو، ليس صديق، ولكن ليس عدو، قبل أن يأتي بايدن. ربما هذا سيدفع الروس إلى التفاهم مع تركيا. وبالنسبة للروس، التفاهم مع تركيا حول ليبيا أفضل من أن يستعيد الاتحاد الأوروبي دور ريادي في المنطقة. طبعا بايدن كان تحدث قبل يومين بشأن أنه إذا أصبح رئيسا يعمل على فكرة تغيير الحكومة التركية، وبالتالي هذه النقطة اللي أنت يمكن كنت بتقصدها. لكن دكتور صلاح، على الرغم من هذا الحراك السياسي، لا، أنا نقطة هذه ليست بالنقطة مهمة، لا أعتقد أن ذلك كلام انتخابي، ولكن ترامب بايدن سيكون موقفه أشد مع روسيا من ترامب، ولكن لن يكون أشد على تركيا من ترامب أو كذا. أعتقد أنه عندما يذهب إلى البيت الأبيض سوف يتخلى عن ذلك، ولن يحاسبه الناخب الأمريكي على ذلك، لأن الناخب الأمريكي لا يحاسب أي رئيس على السياسة الخارجية، وإنما على سياساته الاقتصادية. طيب دكتور، في ظل التحركات السياسية، في حديث عن، كانت مصادر تحدثت عن رصد فرق الاستطلاع التابعة للوفاق ما لا يقل عن 6 رحلات قادمة من مطار اللاذقية السوري وإلى مطاري الأبرق وبنينة شرقية ليبيا في اليومين الماضيين، ويقال بأنها كانت تحمل بعض المرتزقة وتحمل أيضا أسلحة
متطورة، ماذا يفهم منه هذا في ظل الحراك السياسي؟ كما ذكرت أنا في بداية الحديث، الطرفين يقومان بذلك، تعزيزات لحكومة الوفاق كبيرة ومستمرة في الوطية، في مصراتة، في الوشكة قريب من سرت، على تخوم سرت وما إلى ذلك. والطرف الآخر يقوم بنفس الشيء، بل أننا لاحظنا في الشهر الماضي أن هناك طائرات لم تستخدم من قبل، طائرات نقل ثقيلة، مما يعني أن هناك أسلحة ثقيلة، ربما صواريخ S-300 دخلت إلى المنطقة، وهو ما يعني تغيير في موازين القوى، وربما جعل منطقة سرت والجفرة صعبة جدا على أي طيران تملكه حكومة الوفاق. ولذلك الأمور تسير نحو الجمود الآن، لأن هناك ربما توازن في الرعب بين الطرفين، ويبحثون عن مخرج من الموقف الذي وصلوا إليه. هذا الجمود سيكون في مصلحة من؟ ليس في مصلحة الوفاق، ولكنه ليس في مصلحة حفتر أيضا، لأن الاستمرار، يعني في حاجة غريبة في القضية الليبية، وهي أن حكومة الوفاق تدفع في مرتبات جنود حفتر. كيف هذه؟ لأن الجميع يأخذ في مرتبات موظفين حكومة، والجميع يأخذ يعني الحكومة الثنية، الحكومة هناك ليس لديها أموال، طبعت بعض العملة واستخدمتها لأغراض أخرى، ولكن من يدفع الكهرباء ومن يدفع المواصلات والاتصالات والطيران والطرق والمياه ومرتبات الموظفين في الجامعات والوزارات والصحة والتعليم وذلك؟ حكومة الوفاق، كون الحكومة المعترف بها دوليا وهي المسؤولة، لديها المصرف المركزي، وأموال النفط تأتي إلى المصرف المركزي وإلى حكومة الوفاق وما إلى ذلك. فلذلك الآن إقفال النفط بدأ يلمس قاعدة حفتر في الشرق، وأصبح هناك تمام الآن انقطاع الكهرباء بال6-8 ساعات، لأن صحيح. ليس هناك غاز وما إلى ذلك، انقطاع المياه بال6-8 ساعات في الشرق، الوضع الصحي بخصوص الكورونا أصبح يزداد سوءا، فلذلك الجميع سوف يتضرر، ليس فقط حكومة الوفاق وليس فقط حفتر. طيب دكتور، حتى نختم، يعني كيف سيكون شكل المرحلة المقبلة إذا ما كانت عسكرية وإذا ما كانت سياسية؟ يعني أنت ختمت بأصعب الأسئلة. هذا السؤال اللي دائماً إحنا نستشرف فيه، نحاول الاستشراف. شوف أنا أتصور أنه سوف لن يكون حل عسكري، لن يكون هناك حل سريع. ليس نعم. لا أعتقد أن هناك حل في الأسابيع القادمة، وإلا إذا توصلوا إلى منطقة منزوعة السلاح، ربما ذلك أسهل حل يمكن التوصل إليه، على الأقل مؤقتا لتثبيت الموقف إلى أن تنجلي الأمور، ولكن لن يكون هناك حل للأزمة الليبية يمكن على أساسه أن نبدأ في بناء دولة. السؤال مش صعب يا دكتور، هيك جاوبت. ما إجابة بايخة. استشرفت. لا. طيب يعطيك العافية وشكرا. الله يسلمك. معنا دكتور صلاح البكوش. شكرا. الكاتب والمحلل السياسي، وشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على المتابعة، هذه أطيب المنى، في أمان الله.